الامام دلوقتي معايا بيتساءل ايه الاجراءات القانونيه اللي اتخذت مع الالتراس امبارح، وايت نايتس اللي شتموا البلد كلها امبارح في تونس. وانا عرفت ان حضرتك مشكورا قررت عدم لعب المباراه طالما الناس دي تحمل لافتات مسيئه لمصر وللرئيس. مساء الخير يا استاذ احمد. طبعا اللي حصل امبارح، طبعا وانا برضو بشكرك. اقول ليه دلوقتي اللي حصل بالظبط؟ ان انا جالي معلومات ان الولاد دول هم مسافرين جوه الطياره التونسيه، هم في رحله ذهاب، كان معاهم لافتات مسيئه، وطول الطياره كانوا بيرددوا السباب للسيد رئيس الجمهوريه وللقوات المسلحه وللشرطه وللقضاء. فعندما يعني اعترضت احدى المضيفات التونسيات على الطياره حاولوا يعتدوا عليها وتلفظوا معاها بالفاظ بذيئه. لما نزلوا بدات المهزله، انه في تدريب وقفوا قدام التدريب من بره. فالاستاذ احمد مرتضى منصور كان هو المتحدث عضو مجلس الوزراء، المتحدث الرسمي رئيس البعثه. كان في بعثه اعلاميه كبيره على فكره، من قنوات ومن صحفيين ومواقع. فقال لهم اتفضلوا، لا احنا مش داخلين، لا احنا مش عايزين ندخل. لما قلتوا ليه؟ احنا جايين وخلاص. الشرطه حاولت تدخلهم، المهم شتم الشرطه التونسيه ده قبل التدريب. فجينا جات لي معلومات انه مؤكده انهم معاهم لافتات كلها سباب للسيد الرئيس وسباب للقوات برضه الجيش وللشرطه والقضاء. فانا كلمت المسؤولين في تونس، قلت لهم مش هبدا المباراه اذا دخلت اللافتات دي. طبعا دي فرصه ان احنا بنشكر الشعب التونسي طبعا حسن استقبال، ونادي الصفاقسي ونادي الترجي اللي استقبل برضه النادي الاهلي استقبال محترم. بنشكر الشرطه التونسيه اللي ادتهم درس. حضرتك على المواقع ضابط تونسي بيقول لهم كده، انتوا بتقبضوا عشان تشتموا بلدكم؟ انتوا بتشتموا مصر؟ جايين تشتموا مصر هنا؟ اعتقد ده كان يعني ده بيؤكد ال 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 الخيانه والسفاله بتاع العيال دي. المهم طبعا الشرطه بصراحه اول ما عرفوا ان انا مش هلعب ومش هبدا ومراقب المباراه عرف الكلام ده، فابتدوا يفتشوهم تفتيش كويس محترم على الابواب. مسكوا معاهم حوالي 25 يافطه كلها شتيمه وقله ادب وسفاله. البعض بيصور بيقول لك ده رئيس النادي، لا اسف، كانوا سفاله في حق سيبك مني انا، يعني انا الوحيد اللي اتصدت لهم واتصدت لاجرامهم. انما سباب واهانات سفله للسيد رئيس الجمهوريه وللجيش وللشرطه. بدات ومعهم طبعا مسكوا معهم حوالي 25 او 30 شمروخ. لما بدات المباراه تبتدي الولاد لعيبه بتنزل تسخن. مين اللي سمح بكل ده يطلع من مطار القاهره؟ ادي نمره واحد. نمره اثنين، طبعا كان في حوار بيني والسيد سفير التونسي النهارده، كنت بشكره طبعا على حسن الاستقبال وعلى شعب تونس المحترم. والراجل رد قال لي انت استقبلتهم هنا، يعني استقبلت الفريق ده هنا، يعني حسن ضيافتك انت. تقول لا، هو انت يعني بصراحه ناس منتهى الادب والاحترام، ويكفيني الضابط اللي قال كده. المهم طلبت منه يجيب لي كشف، بعت لي كشف ب 52 بلطجي مجرم اللي سافروا وطلعوا على تونس. ايش فعند حضرتك اسمائهم دلوقتي؟ معانا الاسماء يا فندم طبعا. معانا الاسماء. هم فين دلوقتي يا فندم؟ والله انا دلوقتي هو تقريبا الطياره المفروض انهم مستنيينهم وجايين الطيران التونسي، ما اعرفش كانت وصلت ولا لا، لكن هعرف دلوقتي لو اديتني 5 دقايق هعرف اذا كانت وصلت الطياره ولا لا، لانهم جايين على الطيران التونسي، الطياره اللي هم سافروا فيها، واخد بال حضرتك؟ لكن اللي حصل ده جريمه. واستاذ احمد ما زعلش مني، اي رئيس نادي، اي عضو مجلس اداره، اي اعلامي، اي صحفي هيتكلم عن الولاد دول انهم ولادنا يتقطع لسانه، تقطع ايده. دي حكم محكمه صادر انها جماعه ارهابيه مسلحه محظوره. اي حد يقول لك اصل ولادنا احنا اللي مؤدبين والتانيين لا، التراس اهلي، التراس الزمالك، دول مجرمين. التراس الزمالك دول يا استاذ احمد اللي شرعوا في قتل العمري فاروق الاهلاوي، ده رئيس كان وزير الشباب الاهلاوي. تمام؟ التراس الزمالكاوي اللي اقتحموا نادي الزمالك، اللي ولعوا في استاد القاهره، اللي عملوا مذبحه الدفاع الجوي. التراس اهلاوي هم اللي حرقوا اتحاد الكوره، هم اللي حرقوا نادي الشرطه، واخد بال حضرتك؟ هم اللي ضربوا قنابل على الطيران وصواريخ. أن التنازل اللي انا قلته للمحكمه ولسه ما سرقش، لن اتنازل لاي عين من الالتراس في اي محكمه، لا في الشروع في القتل، ولا في ضرب ميه النار، ولا في اقتحام نادي الزمالك،
لان دول مفيش فايده فيهم. بس احمد، بس عملت تنازل قدام محكمه في اعتقد القضيه اللي فاتت، ولكن القضيه لسه ساريه. وقلت عشان مستقبلهم، بس انا مش حافظ على مستقبلهم اكتر ما ابوهم وامهم. فحضرتك دلوقتي بتقول مش هتتنازل، تراجعت عن التنازل اللي كنت فيه. خلاص مفيش تنازل، مفيش تنازل. لما كل عيل من دول ياخد له 10 15 سنه سجن، والاب والام فين؟ الاب والام، احنا بكره لو انت قاعد بس مش عارف تكره مسافر مع سياده الرئيس في الرحله بتاعت روسيا ولا لا او الصين، ان شاء الله لو انت مسافر وحال عندك بعد ما ترجع هبعت لك كشف اسماء 52 مجرم، 52 بلطجي، واخد بالك؟ وانا متصدي ومكمل معاهم. اذا كان بقى رئيس نادي غيري فرحان بيهم يطبطب عليهم، بقول له النار دي في يوم من الايام هتحرق ايدك انت. الولاد دول في يوم من الايام كما هيقتلوا العمري فاروق اللي اخوه عنده مجلس اداره عندك اسمه هشام العمري. القضيه ما سالش، ما قالش اهلي وزمالك. القضيه يا استاذ احمد، انت عندك نيه تتصدى للبلطجه؟ انت بتستعملهم وقت اللزوم عشان تخوف فيهم الدوله؟ ده حصل في يوم من الايام لما تم استدعائهم عشان ننقل الماتش من الجونه عشان ننقله نوديه مكان تاني، تم استدعائهم عشان يبلطجوا وشتموا الجيش والشرطه وعلقوا يافطات مسيئه وسافله ضد جيشهم وضد شرطتهم. فانا بقول باختصار، اللي مش قادر يتصدى اللي خايف منهم او بيستخدمهم بره، ده مكانه بره مش مكانه بينا. انت يا استاذ احمد في مقرأ